بداية بحالة الأرصاد، وبتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنه يشهد اليوم طقس حار رطب في أوقات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، متوقع أن يشهد استمرار لارتفاع نسبة رطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، متوقع كمان تتراوح قيم الارتفاع المحسوسة من درجتين إلى 3 درجات، متوقع أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، متوقع أيضا أن يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وتعزز أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سنبل والوادي الجديد، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة. ملاحظين مع حضراتكم يعني بقى 24 ساعة كده كأن أغسطس بيصالحنا، وابتدت بقى الكومنتات والكوميكسات على السوشيال ميديا، وابتدوا يقولوا إيه صحيح الصيف بدأ حر علينا، لكن في النهاية إيه كان في تنديعة خفيفة كده، تنديعة المطر الأمطار الخفيفة اللي حصلت امبارح على يعني أجزاء متفرقة في القاهرة بعض المناطق. الناس حاسة إنه إيه الصيف بيصالحهم قبل ما يغادر كده شهر أغسطس، هو متبقي تقريبا في فصل الصيف أو موسم الصيف عامة 23 يوم، إن شاء الله يمروا على بخير وسلام وتفضل الحرارة كده في الهادي زي ما احنا بنقول كده. هنشوف دلوقتي الحرارة مع حضراتكم، خاصة في القاهرة نزلت تقريبا 3 درجات عن الأيام اللي فاتت، وصلت ل 34 درجة، ولذلك احنا بنشعر برضو بنسمة الصباح اللي هي كانت غايبة عننا حتى وكانت بتكدرها الرطوبة خاصة كمان في المساء. فدلوقتي من امبارح بعد بقى التنديعة الخفيفة للمطرة دي ابتدينا نلاقي نسمة صيف حلوة، ده الصيف اللي احنا متعودين عليه. تعالوا نشوف البيان التفصيلي بدرجات الحرارة ونكمل كلامنا مع حضراتكم. القاهرة النهاردة مسجلة 34-26، ده مش معناه ان الرطوبة مش هنبقى معلية احساسنا بالحرارة، موجودة ولكن ألطف من الأيام اللي فاتت. العاصمة الإدارية النهاردة مسجلة 35-27، 6 أكتوبر 35-26، السلوم 34-25، العالمين الجديدة 32-23، اسكندرية 33-24، إسماعيلية 36-25، بورسعيد 32-27، دمياط 32-27، الغردقة 41-30، شرم الشيخ 40-30، السويس 35-26، السلايد التالي الوادي الجديد 44-26، رفح 31-22، طابة 36-29، بني سويف 36-25، الفيوم 35-26، سانتي كاترين 32-19، الأقصر 44-30، أسيوط 39-27، المنيا 38-25، حلايب 34-31، شلاتين 39-31، أسوان 45-32. ده آخر سلايد معانا، وزي ما احنا قلنا لحضراتكم كده في بعض التغيرات الجوية ولكن لا الأفضل، وده من الحاجات يعني من حسن حظنا في هذه الأيام دلوقتي، لأنه كان دايما احنا بنقول ايه منخفض الهند الموسمي مؤثر على درجات الحرارة في الفترة اللي فاتت، لكن احنا دلوقتي الحمد لله زي ما احنا بنقول في تدني في درجات الحرارة مما يلطف من الأجواء وإحساسنا بالحرارة. صحيح الرطوبة ما زالت موجودة خاصة في المدن الساحلية على البحر، لكن في نفس الوقت الدنيا أفضل بكتير بالنسبة لدرجات الحرارة في زي ما احنا بنقول كده الصيف اللي احنا متعودين عليه، وإن شاء الله الأيام اللي جاية تكون أفضل. في طبعا حسب التوقعات لهيئة الأرصاد الجوية إنه في فرص سقوط أمطار في بعض المناطق النهاردة مما يلطف من الإحساس أيضا برطوبة الجو وكمان يقلل من درجات الحرارة بعض الشيء.